طبعا الدكتور محمد ابراهيم طه الناقد ناقد الورشه. مساء الخير. كانني حي. محسن عبد العزيز. مجموعه قصصيه، ولعل من جمال ورشه الزيتون انها يعني انا بسال نفسي دائما انا كنت هشوف فين محسن عبد العزيز او التقي به وجها لوجه، رغم ان احنا بنكتب تقريبا من نفس يعني اول مجموعه قصصيه ذكرتها اماني صدره تقريبا بعد مجموعه ليا بعام واحد، يعني البدايات يبدو انها كانت واحده ومع ذلك لم نلتقي. ميزه ورشه الزيتون انها تجعلنا في مثل هذه اللقاءات الجميله ان نلتقي، نسمع بعض، نقترب ونقدم قراءات طبيعيه ثقافيه مختلفه حول الدعم. برحب بالاستاذ محسن عبد العزيز في ورشه الزيتون، وباكد على ان الاستاذ محسن عبد العزيز كاتب جميل، كاتب جميل يعني لديه درايه كامله بمفردات عالم القريه، وده واضح في القصص الاولى اللي هي تناولت عالم القريه، كل التفصيلات تؤكد على اننا امام كاتب يمتلك عين راسخه يتوقف امام تفصيلات صغيره تثري مشهد القصص. انا قرات هذه المجموعه وهي تتعدى بقليل 9000 كلمه، وهي مجموعه لحد كبير يمكن الطباعه بتاعتها تصور الثقافه صغيره شويه، فبين انها حجمها قليل لكن ده حجم معتاد. يعني عاده المجموعات القصصيه تبقى في حدود 11-12 ألف كلمه، يعني ازيد قليلا من هذه المجموعه. الغريب انك انت بتقرا 32 قصة قصيرة، أي قارئ بعد ما يعني لو احنا بنقرا رواية هتكتشف انك انت العالم بيتجه بك، العالم الروائي بيتجه بك تجاه عالم بعينه وموضوع محدد وأحداث بعينها بتتشكل كلما قرأت وكلما أكملت، تقدر تعرف الموضوع الرئيسي لهذه الرواية أو الرسالة أو السؤال الذي تدور حوله الرواية. في المجموعة القصصية لما كنت أمام 32 قصة يمكن أن يعني يحدث نوع من التشتت، وده حدث لي أنا على وجه الخصوص، لأني حين قرأت مثلا القصص الأولى يمكن ضر حديث بيني وبين الأستاذ محسن وقلت له أنت قريب لي تماما، لأن احنا بنتكلم عن عالم القرية. إذا يصلح مدخل القرية لأن يكون عالم لهذه المجموعة، لكنك بعد شوية هتكتشف أن المجموعة بتغادر عالم القرية وتنتقل إلى عوالم بتتورط في واقع سياسي واجتماعي مختلف. بعد ما قريت ال 33 قصة حاولت ألم الموضوع الرئيسي الذي تدور حوله معظم هذه القصص، وحاولت وانا اصل او ابحث عن هذا الموضوع ان يكون مغطي لمعظم القصص ان لم يكن كلها، واكتشفت ان في قصتين رئيسيتين يصلحوا ان هم يكونوا مفتاح لقراءه هذه المجموعه. القصه الاولى هي كانني حي، اللي هي القصه التي تحمل عنوان المجموعه، وقصه الكومبارس كأنني حي. وعلى فكرة هما قصتان مكتملتان على المستوى الفني، ويعني تكاد تخلوان من أي ملاحظة بخصوص الموضوع أو بخصوص الشكل القصصي. كأنني حي الكاف خلتني أشعر أن الحديث حول أنني ميت، يعني كما أنني أو أنني حي أو أنني حي ميت، يعني العالمين موجودين، يعني حتى بيتساءل في نهاية القصة يعني هل هذا الطفل الذي كان يسير في جنازة أمه قبل 30 عاما
ميت خلف العشرين طوبة اللي أشارت اليوم الدكتورة فاطمة، ولا ميت مال الأولاد اللي بينادوله دول يا أبي والدقن والشارب اللي طلع له. في حالة حيرة ما بين الحياة والموت، اكتشفت أن ده يمثل نصف المجموعة، والنصف الآخر نصف الموضوع، يعني النصف الموضوع ده لا يكتمل عند هذه النقطة فقط. لكنك قصة الكومبارس وهي قصة بالغة العزوبة والجمال، يعني محسن عبد العزيز بيتوقف فيها أمام هؤلاء الكومبارس، الشخصيات التي هي دورها مهم جدا في تهيئة المشهد للبطل. البطل يأتي ليحصد يعني نتيجة جهدهم وهو لا ينتبه إليه، هو ينظر إلى شخص آخر خلف الشاشة. البطل يقتل في الكومبارس ولا أحد يسأل عن من قتل، حتى المشاهد، يعني المشاهد هو يهتم بكيف صرع البطل وكيف انتقم من هؤلاء جميعا وليس لهم ثمن. أنا أظن أن المعنى المؤثر والإنساني اللي موجود في هذه القصة محسن عبد العزيز يقصده تماما كعنصر مكمل لكأنني حي، بمعنى أننا نمثل، نحن نعيش لكننا ككومبارس. طيب هذا العالم إذا كنا إذا كانت الفئات الشعب تمثل الكومبارس الذي يعيش من أجل تهيئة الجو للبطل اللي هو بياخد في النهاية بيجني كل شيء، هتلاقي العالم منقسم إلى قسمين، اللي هو السبب في هذه القسمة أو في هذا الموضوع. هتلاقي عندنا الدكتاتور، والدكتاتور دي قصة واضحة تماماً، في قصة الدكتاتور يشاهد التلفزيون، وهنلاقي معاه في ذات الكفة بتاعت الجهة اللي فيها الدكتاتور أو البطل، يعني هنلاقي رقيب، وهنلاقي طاغية وكلب وخوف، وهنلاقي المهم الجانب الآخر بقى بتاع الكومبارس، هتلاقي بياع الأنابيب، هتلاقي مساحة الأحذية، هتلاقي السيدة في المترو وطفليها، هتلاقي محمود وسيد عمال المحارة، هتلاقي الدمنهوري الذي يشبه أميتاب باتشان والذي مشى في جنازة من حاول قتله اللي هو محمدين قائلا يعني سماح. غالبية الشخوص في هذه المجموعة مهمشة، يصلح أن تكون كومبارس، يصلح أن تكون تعيش، أو يصلح أن تقول عنها أنها ميتة وكأنها تعيش. ده بخصوص الموضوع، وأنا بحبش أتكلم عن مواضيع القصص أساساً، لكن في مجموعة كهذه في مترامية الأطراف فيها 32 قصة كان يصح أن أنا أعرف هل 32 قصة بيسيروا في اتجاه واحد ولا قصص بتضرب أو تتضاد وتدي تأثير معاكس أو مخالف. أنا اكتشفت أن هذه القصص كلها تجمعها وحدة معينة وكلها تسير في اتجاه رسالة تكاد تكون واضحة. طيب ده أنا سألت نفسي أربع أسئلة وأنا بقرأ هذه المجموعة، ده كان السؤال الأولاني عن موضوع هذه المجموعة، وتبين لي أن الموضوع اللي أنا اخترته يمكن أن ينطبق على يعني مثلا 30 قصة من هذه القصص، كلها بتشكل حتى الحاجات القصص الصغيرة جدا بتشكل لبنة صغيرة في هذا المشهد العام بتاع الموضوع اللي أنا ذكرته. كيف السؤال الثاني، كيف قدم محسن عبد العزيز هذا العالم؟ يعني اللي هو الشكل بقى، يعني الشكل والبناء والأسلوب والتقنية. فلقيت أو كلنا من قرأ هذه المجموعة هيلاحظ تنوع شديد جدا في الشكل، هيلاقي عندنا القصة القصيرة الكلاسيكية التي تنطوي على سرد وعلى حكي وعلى شخوص وعلى عالم ولها نهاية قصصية محكمة، دي مثلا 7-8-10 قصص، يعني ممكن تعتبرهم تقول عليهم مثلا الجسر الطويل
لماذا يريدون قتلي؟ القصة تحمل عنوان المجموعة الكومبارس الكلب الأحمر كأنني حي. قصص كثيرة في هذه المجموعة يمكن أن تضعها تحت هذا العنوان، قصص مكتملة، قصة تؤكد على أن كاتب هذه المجموعة يمتلك حرفة وتقنية الكتابة القصصية الراسخة. بعدين بعد شوية هتلاقي في القصة اللوحة، اللوحة الثابتة، الصورة الثابتة، وهتلاقي المشهد والقصة الثابتة دي هتكتشف أنها يكاد يكون يصف، يعني يغلق فيها الوصف، والمشهد ثابت، تكاد تختفي الأحداث في القصة ويغلب عليها الوصف زي ما أنا ذكرت. وأحيانا هتلاقي لوحة تشكيلية زي ما أشار الأستاذ عز الدين نجيب، اللوحة التشكيلية أو البورتريه المرسوم هتكتشف مرسوم بدقة وبعناية. دي قصص كثيرة، يعني أنا برضو مش عايز أتوقف، كلنا قرينا المجموعة وهتلاقي ملمح ده موجود في مثلا 7-8 قصص على وجه التحديد. وبعدين بعد كده هتلاقي نموذج الصورة القلمية اللي هي يعني انت لا هي قصة مكتملة الأركان زي الاختيار الأول اللي أنا ذكرته، دي تخلو تماما من السرد وهو معني الوصف حالة معينة زي الزلزال مثلا. يعني قصة الزلزال هو عمال يصف في الجدار، وان الجدار طوبة جنب طوبة والطوب متماسك، لكن بيحدث احيانا تحت ضغط لما يجي زلزال بيفجر هذه الطوب، وفي الاخر يشير ويلمح هو نفسه الكاتب الى كلمة الصور، او كأنه بيوضح لنا هذا الرمز. اذا انت امام قصص لا 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 يعني استغنت عن كثير من شروط القصة القصيرة، عدا اللغة وعدا الهاء يعني قصدية الكاتب في أن يكتب صورة قلمية. هتلاقي القصة الرمزية قصة صغيرة جدا لكنها الرمز فيها واضح، ولا هدف من القصة سوى إيصال الرمز بس، مش لا يريد شيء أبعد من ذلك. أو القصة الأمثولة، وهتلاقي دي موجودة برضو زي قصة الريح. أظن دي قصة عن كيف ينتقل، يعني إذا كان اثنين أشخاص من بلد واحدة سافروا لليبيا، قتل أحدهم الآخر في الطريق ولم يبعث بشيء لأحد، وقال خلاص من مين اللي هيعرف إن أنا قتلته، لكنه حين عاد البلدة كشف الخبر بشكل ما، وهو يذكر أن الريح نقلته. أظن ده أمثولة تصلح لأن تقول المثل اللي احنا بنعرفه، كل أتير على رأسه أنجيل، أو اللي على رأسه واضحة، أو دائما يكاد المريب يقول خذوا أي مثل من هذه الأمثلة ينطبق على هذه القصة القصيرة الرمزية. قيس على كده مثلا 4 أو 5 قصص من هذه المجموعة هي القصة الأمثولة. بعدين تكتشف انك انت امام نموذج اخر، انا مش عارف انا الاقي له مثال، لكن فبقول القصة التي تحيل الى اشخاص بعينهم، زي قصة الدكتاتور يشاهد التلفزيون. طبعا انت من ثالث سطر ولا ربع سطر بيحيلك الى رئيس مع خلوع ورئيس اخر اتى بعده، و الأحداث بتكاد تكون مكشوفة، وهو يبدو أنه قاصد طبعاً ده، لأنه الكتابة الرمزية أو الكتابة لو أنا يعني كان يمكن تقليل الإضاءة على هذه القصة، لكن ده نوع من القصص. نوع آخر يمكن رقم 8 ولا حاجة، القصة قصيرة جداً وهي موجودة في آخر هذه المجموعة، وقصص بالغة الإحكام و المعنى بتاعها وصل احيانا بتصل الى 3 سطور، وتسعد انت بقراءتها وتكتشف انك انت امام كاتب يجيد كتابه هذه الانواع من القصص. طيب مدلول هذا التنوع في مجموعه قصصيه
قصيرة أن يكتب الكاتب من 30 قصة بأنماط مختلفة من كتابة القصة القصيرة، تتنوع ما بين الراسخ والتقليدي في الكتابة إلى آخر حاجة القصة القصيرة جدا. هل هي حيرة للكاتب وعدم الاستقرار على نوع معين من الكتابة؟ وارد، يعني وارد ان انا يعني انا اظن الاستاذ محسن بيكتب بقاله اكثر من 25 سنه، من المفترض ان الكاتب يكون استقر على شكل معين او نمط معين من الكتاب، ولا هو يعني لا يفضل شكل على شكل، يعني هو بيحب جميع الاشكال القصصيه فبيكتب لك عينة من هذه المجموعة وعينة من كده وعينة من كده، يعني ده احتمال وارد. لكن أنا لما بصيت وعدت قراءة المجموعة اكتشفت أن محسن عبد العزيز غير معني بالشكل، عشان من الآخر هو معني بالفكرة، معني بالرسالة التي يرسلها خلال هذه القصص. تطلع هذه القصة بقى كلاسيكية، تطلع قصيرة، تطلع رمزية، هو لا يعني غير معني بده. الشكل أساسا لا يعني هو غير معني بماهية الشكل أساسا. طيب أنا بقول ليه كده؟ يعني أنا قلت ليه؟ ده كان السؤال الرابع اللي أنا قلت طيب يعني أنت هتقول على رأي كده بدون أدلة. لقيت في أدلة تؤكد على عدم اعتنائه بشكل القصة بقدر اعتنائه بالموضوع، عشان كده دي مجموعة قصصية تقرأ رقم واحد من أجل الموضوع ومن أجل الرسالة، ويتأكد لقارئ هذه المجموعة أن الكاتب لديه وعي ولديه فكرة ولديه رسالة يريد أن يضمنها. يعني أنت ما تقدرش تستبعد قصص من هذه المجموعة وتخرجها برا السياق، يمكن القارئ يصعب يعني يجد صعوبة في الوصول إلى هذه الرسالة مكتملة، لكن الكاتب عايزين رسالة واضحة عايز يؤكد عليها طول الوقت. فكتر تركيز محسن عبد العزيز على الموضوع أحيانا تهرب منه القصة. يعني أنا قلت إن هو غير معني بالتقنية لأسباب، إن في قصص مكتملة زي ما أنا قلت، في قصص أخرى أنت يعني لو أنا قريتها لحضرتك أو كده هتكتشف إن في مثلا تزايد في القصة، يعني في قصص بتنتهي مثلا قبل أن تنتهي أحيانا يبقى الرمز بيلح عليه وكأنه عنده وسواس أن الرمز لم يصل، فيظل يعني يضغط على تفسير الرمز إلى أن تفسد القصة أساسا. زي يعني أنا زي فكرة الزلزال مثلا، أو زي مثلا يعني في قصة الخنفساء والحقد، القصة عن محمود أظن، محمود وصديقه الاثنين بتوع المبيضين المحارة، بيكتب في انا عايز اشوف صفحه كام بقى، صفحه 15 عشان يبقى يعني الكلام حتى يكون البكاء على راس الميت. كأنني حي. احنا عندنا قصه من صفحتين اثنين، القصه وصف لمشهد ثابت طول الوقت يعني الصفحه الاولى عدا السطر الاخير منها، هو بيتكلمنا عن محمود، وصف لشخصيه محمود وسيد ان هم اشهر ثنائي في عموم قريتنا، محمود خفيف الظل ودمه خفيف وبيضحك طوب الارض وبيشتغل اي حاجه، واشتهر هو ومحمود وسيد بمهنه البياض واصبح من المالوف ان تراهما، كل ده وصف له، واصبحت تاتي لهما طلبات عمل في القرى المجاوره، واكثر من ذلك جاءتهما طلبات من العرب. بدايه القصه، بدايه الحدث او الحكي في هذه القصه في السطر الاخير من الصفحه الاولى، اللي هو يقول لك في احدى المرات
إحدى المرات بقى بعد ما أنا وصفت لك الشخصين دول، بعد أن وصل إلى قرية البدو طلبوا منهما أن يقوم ببناء حائط. محمود ده ممكن يشتغل أي حاجة يعني مش شرط، فبنى جدار والجدار مال منهم، ولأنه واد خفيف الظل ولأنه بيعرف يتصرف اكتشف أن أهل هذه القرية البدوية بيعتقدوا بسيدي كذا. فقبل أن في سرقة حصلت ده هو ده قلب الحكاية، قلب القصة. أي ده يعني قلب محور القصة. أنا كان يجب أن تبدأ، وقد أشار الأستاذ عز الدين اسمه عز الدين نجيب إلى مثل هذه الأمور، أشار هو إلى قصص، قصة الكلب مثلا بأنها كان يمكن البداية من النهاية. أنا هنا بأشير إلى أن الجزء الأول من الوصف لم يكن له ضرورة، وخش أنا على طول على قصة محمود وهو بيبني الجدار لأن أنا القارئ بيبقى منتبه معاك من أول لحظة للحدث. هو إحنا دخلنا نبني دلوقتي ثم حدث ده. وممكن بس هو كان عايز يجيب سكة العقرب. هقول لك الوصف اللي في الصفحة الأولى ده كان يمكن يتقسم أثناء الكلام، يعني أنا بوزع بمقدار الحدث مع السرد، يعني في كتاب يغلبهم الوصف فتصل القصة إلى حالة من الثبات يخلي القارئ يزهق، إنما اللي بيعمل حركة في القصة القصيرة هو الحدث، حدث بناء الجدار ده حدث القصة بيبدأ من الصفحة الثانية. مثلا يعني قصة الذبابة مثلا، قصة الذبابة في تزايد في خمس سطور في القصة، يعني هي بيتكلم عن أنا في حزن عظيم لأنني لا أستطيع أن أعرف من هي حبيبتي التي تحبني كل هذا الحب. يعني حتى قال له إن الفتاة اللي أنت أو الذبابة ديت ما هي إلا روح واحدة اللي كنت بتحبها وربنا عليك من هذه السيدات أو هؤلاء السيدات اللي أنت كل شوية قاعد معاهم، فكل ما تيجي تقرب منها تروح الذبابة جاية مقربة منها، تبتعد الذبابة تبتعد. خلاص أنا كقارئ وصلت إلى هذه النتيجة وهذه المعلومة وعرفت. هو يقول لك وجلست وفتاتي بشكل عادي فحطت على طاولة تفصل بيننا وكانت مطمئنة وهادئة. الغريب أنه بعد أن انصرفت الفتاة بحثت عن الذبابة. خد بالك بقى القصة قد خلصت هنا، والكاتب أو البطل قاعد يسأل أنا من تلك الفتاة التي تحبني بهذا الشكل، أنا في حزن عظيم لأنني لا أستطيع أن أعرف من هي حبيبتي التي تحبني كل هذا الحب، ولي كل يوم قصة وحبيبة لكنني الآن أدفع عمري كله لأعرف من تحبني هكذا وترسل من روحها وقلبها من يحرسني، من هي حبيبتي؟ خد بالك من السؤال اتسأل مرة قبل كده. تلك قلبي يوجعني وأنا عاجز تماما، أنا خلاص أنا كل ده وصل لي، فمن يرحم قلبا نازقا يريد أن يتوب بشرط أن يعرف من هي حبيبته تلك. أقصد أقول إن الحرفية في إنهاء هذه القصة كان يتطلب أن أحذف الخمس سطور الأخيرة دول وأسيب القارئ، يعني هو بدري حتى ما أقصدش يعني بغض اللي هو الأستاذ محسن لما يجي هيتكلم هيقول كتبت هذه القصص في فترة زمنية مختلفة. انا خلصت انا خلصت يعني، لكن انا بحيي صديقي العزيز الاستاذ محسن عبد العزيز وبحييه وبشكره وانتظره على